كتير غريب انك تحصل على جنسية بلد بفترة قصيرة وتقدر تصوت فيها، والبلد اللي انت ولدت فيه وربيت فيه وعشت فيه ما تقدر تصوت فيه. انا اسمي جولنار، كردية من سوريا، جيت سنة 2012 على بريطانيا، واليوم رح صوت لأول مرة بحياتي. أنا دارسة أدب إنجليزي بجامعة حلب، كنت معلمة لغة إنجليزية. بتذكر بأواخر التسعينات بسوريا كان في انتخابات للبرلمان، ووقتها كان الانتخاب بلا قيمة، يعني لأنه كانت تطلع النتائج قبل ما الناس تصوت وقبل ما يعدوا الأصوات. قبل ما أجي لهون كمان صار في انتخابات رئاسية بسوريا، وكنت فوق 18 وكان بحق لي إنه أصوت بس ما صوتت. لما ولد ابني روي هون فرحت كتير طبعاً إنه ولد ببلد مثل بريطانيا وحصل على الجنسية البريطانية. أنا بهمني ابني بهذا البلد يكون عنده أفق واسعة بالتعليم بالعمل، لذلك التصويت بتحسه مهم كتير، وبتحس حالك إنك لازم تصوت لأن أولادك عايشين بهذا البلد. روي بس ماما ما كتير مركزة لمين بدي أصوت، على قد ما لي مركزة على التجربة اللي رح أخوضها. أول يوم حاسة حالي مواطن، حاسة حالي إنسان له قيمة وله صوت وله رأي. لساته شعور أني كردية سورية مرافقني أكتر من شعور أنه أنا بريطانية. بس ما بعرف اليوم بعد ما أصوت إذا رح يختلف هذا الشعور أو لا. هلأ جاي صوت وأخيراً رح أحقق حلمي بالتصويت لأول مرة. تمت المهمة بنجاح، على أمل ينجح الحزب اللي صوتت له. فرحانة كتير، مبسوطة وزعلانة بنفس الوقت، لأني كنت حابة أول مرة صوت ببلدي.